الحريري يعود عن استقالته، ومجلس الوزراء يؤكد التزام النأي بالنفس. التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها أن مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف. صراخ في اللجان المشتركة. أثار بعض النواب مسألة عدم حضور بعض الوزراء مطالبا بتأجيل الجلسة. غارات للتحالف على صنعاء وجلسة طارئة لمجلس الأمن. قتلى وجرحى في تفجير بحمص. أهلا بكم. جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة هي الأولى منذ إعلان الرئيس الحريري استقالته، خلصت إلى تأكيد الحكومة بإجماع المكونات التزام البيان الوزاري قولا وفعلا وما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية. وقرر مجلس الوزراء التزام النأي بالنفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب والتمسك باتفاق الطائف. وتضمن البيان الحكومي تراجع الحريري عن الاستقالة، وقد سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري. عون قال إن موقفنا انطلق من عدم قبولنا أن تمس أي سلطة كرامتنا، إذ نعتبر أن لا سلطة كبيرة بل الكل متساو في العزة والكرامة، وأن المهم كان عودة الرئيس الحريري من الخارج والاطلاع على الملابسات التي رافقت موقفه. وفي اليمن أعاد مقتل علي عبد الله صالح خلط الأوراق وعقد اللعبة السياسية والعسكرية في البلاد، فبين تخلص أنصار الله الحوثيين من خصم كان صديقا وبين خسارة التحالف العربي صديقا محتملا كان عدوا، تتشابك الصورة بشكل لن يعجل بنهاية الحرب وإنهاء مأساة اليمنيين، في وقت يعلق التحالف العربي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الأمال على انتفاضة ضد الحوثيين وتحريك القوات الموالية لهما لدخول صنعاء. ويبدو أن هذه القوات أمام مهمة شديدة الصعوبة مع تجمد وحداتها من دون حراك على امتداد الجبهات، فيما يستفيد الحوثي من الوقت الضائع لتعزيز سيطرته على العاصمة والمناطق الشمالية. وفي الانتظار يعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا بطلب من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لبحث التطورات الأخيرة في البلاد وسط قلق أممي من تدهور الأوضاع الإنسانية بنتيجة استمرار التصعيد والمعارك. نبدأ من جلسة مجلس الوزراء وكل التفاصيل مباشرة مع رواند أبو خزام. رواند، إذا البيان كان متوقعا نسبة للتوافق والإجماع الذي كان واضحا منذ مساء أمس، ماذا عن تفاصيل ما أعلنه الرئيس الحريري في هذا البيان والأجواء التي رافقت إقراره رسميا في هذه الجلسة؟ كاترين، بخصوص الأجواء كانت الأجواء إيجابية جدا وسلسة، حتى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم اقتصرت على كلمة للرئيس ميشيل عون وأيضا كلمة للرئيس سعد الحريري، ومن ثم قاموا الوزراء أو ممثلي الكتل النيابية الكتل السياسية بقراءة أو وضع ملاحظات على هذا البيان أو صيغة البيان الذي كان قد اتفق عليها من الأمس من ضمن الكتل الأساسية أو الأفرقاء السياسيين الأساسيين. إذن هذه الجلسة كانت سلسة، هناك بعض الملاحظات ومن هذه الملاحظات الملاحظة التي وضعها الوزير مروان حمادي حول سلاح حزب الله وأيضا مشاركته في الصراع في سوريا وأيضا المشاركة الإعلامية في سوريا، هذا الموضوع كان موضع ملاحظة من الوزير
الوزير مروان حمادي، ولكن هذه الملاحظة لم تستدعي أي رد لا من قبل حزب الله ولا من قبل أيضا حركة أمل أو أي فريق من الأفرقاء السياسيين. المهم كاترين، خلال هذه الجلسة كان هناك إجماع على موضوع إعادة تفعيل العمل الحكومي وأيضا تحسين الإداء العملي لهذه الحكومة في الفترة اللاحقة بعد استقالة أو بعد تعطل الحكومة دام لمدة شهر من جراء إعلان استقالة الرئيس سعد الحريري. واليوم الأهم أنه عاد عن هذه الاستقالة ضمن صيغة محددة قاموا بالاتفاق عليها مسبقا من خلال الساعات الأخيرة المتأخرة من مساء الأمس، ووصولا اليوم إلى الإعلان عن هذا البيان أو هذه الصيغة الحكومية. وأبرز ما كان في هذه الصيغة هو موضوع النأي بالنفس، وحيث قال القرار بأن التزام النأي بالنفس بنفس الحكومة اللبنانية عن أي نزاعات أو حروب أو شؤون الداخلية للدول العربية، حفاظا على علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع أشقائنا العرب. هذا في موضوع النأي بالنفس، وكان قد أكدت أيضا المصادر لنا أن موضوع التحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وتحييد لبنان تحديدا إعلاميا أيضا، ووضع شروط أو تنسيق العلاقات مع الدول العربية وإبعادها عن المهاترات الإعلامية، هذا الموضوع لم يرد أيضا في البيان الوزاري، باعتبار أن موضوع النأي بالنفس هو أشمل من تحييد لبنان عن الصراع الكلامي أو الإعلامي، فالأهم هو موضوع النأي بالنفس. وأيضا كما ذكرت مصادر كاترين أن القوات اللبنانية، على خلاف ما جرى الكلام صباحا على لسان الوزير ملحم رياشي، أنهم اطلعوا بالأمس على بيان الصيغة الحكومية وقالوا بأن هذا النص هو جيد. قالت مصادر من ضمن التيار، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر، أن القوات اللبنانية لم توضع بصورة البيان منذ الأمس، وهذا مؤكد بأن البيان كان من ضمن معلوم من ضمن من صاغ هذا البيان في الأيام القليلة السابقة. إذن كاترين، نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في كلمة الرئيس سعد الحريري الذي تلا البيان بعد انتهاء هذه الجلسة. كاترين، أكد مجلس الوزراء بإجماع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة التزام البيان الوزاري قولا وفعلا، وبخاصة بالفقرة التالية منه: إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاقي. وفي ضوء هذا تأكيد، يقرر مجلس الوزراء الآتي، يعني قرار: التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن شؤون الداخلية للدول العربية، حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب. إن مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، لا سيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان
عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز تجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. في النهاية يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة. اللجان النيابية المشتركة تقر قانونا نفطيا واحدا وتؤجل البتة في 4 قوانين بعد الاعتراض على عدم حضور الوزراء المعنيين. بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقدت 6 لجان نيابية جلسة مشتركة لدراسة 5 قوانين متعلقة بالقطاع النفطي. ترأس النائب محمد قبان الجلسة بدلا من الرئيس بري ونائبه فريد مكاري، مما دفع عددا من النواب إلى الاعتراض وأبرزهم النائب أنطوان زهرة. فتصدى له النائب نواف الموسوي معتبرا أن الرئيس يحق له تكليف من يشاء، وهذه ليست المرة الأولى التي يكلف أحد النواب برئاسة الجلسة. ومع بدء الجلسة تحول الجدال إلى مشاجرة بعد اعتراض النائب سيرج تور ساركيسيان معتبرا أن أولوية المواطنين هي معالجة النفايات وضررها لا استخراج النفط. في شيء منطق عام الأساس بالبلد، أنا بدي أحمي المواطن أول شيء. أنا عم بعمل مشرع قوانين بلا طعمة ما بتفيد المواطن إلا ما يخدها بعد 10 سنين بكون مثل الكانسير. بتولي موضوع النفايات بصورة نهائية، وأنا مستعد التعاون المطلق ورح فرجيهم، يعني مش عم تحدى حدا، بس أنه نائب واحد رح يقدر يعطلك مليون شغلة لأنه في أولوية بالبلد وهن ما عم يشوفوها كلهم سوا. وهو موقف دعمه أيضا النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار. نحن قد نصل إلى كارثة فعلية أيها اللبنانيون بفعل التلكؤ، إن لم أقل التواطؤ، في إيجاد الحلول التي تتناسب مع معالجة هذا الملف الصحي البيئي الحياتي الاجتماعي، وهي الكوستا برافا والكارانتينا تكاد تنفجر من التضخم الذي حاصل فيها إن لم نتدارك الأمر في إيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع. ساعة من الوقت كانت كافية لانتهاء الجلسة وإرجائها بعد إقرار قانون واحد فقط، وهو الموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة. أبدا صار في تصويت على البند الأول يتعلق بقرض ومشي حاله، يعني مرق قيمته 39 مليون دولار بتصور، وصار في نقاش عام بموضوع قوانين النفط والكل مؤيد، يعني بالعكس. الجلسة أرجئت بعد إقرار البند الأول، وذلك بعد اعتراض عدد من النواب على عدم حضور الوزراء المعنيين إلى الجلسة. لقد شرفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وكلفني برئاسة هذا الاجتماع للجان النيابية المشتركة حسب جدول أعمال كان قد وزع عليكم سابقا. أثار بعض النواب مسألة عدم حضور بعض الوزراء مطالبا بتأجيل الجلسة، كما ركز بعضهم على ضرورة إرسال هذه الاقتراحات بموجب مشاريع قوانين ترسل من قبل الحكومة. 4 قوانين تنتظر البتة فيها: قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، قانون الصندوق السيادي اللبناني، وقانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، وقانون إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، وهي قوانين تفصلنا عن لبنان النفطي. اليمن بعد صالح، غارات جوية متواصلة للتحالف العربي على مراكز الحوثيين، تظاهرة منتظرة في صنعاء، وجلسة طارئة في مجلس الأمن. بعد ساعات على مصرع رئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين، شن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن سلسلة غارات جوية على قصر الرئاسة في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، علما أنه سبق للتحالف أن طلب إلى المدنيين الابتعاد عن آليات وتجمعات الحوثيين في إشارة واضحة إلى عزمه تكثيف غاراته.
في غضون ذلك استعد الحوثيون إلى تنظيم تظاهرة كبيرة في العاصمة دعا إليها زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي للاحتفال بما أسماه سقوط مؤامرة الغدر والخيانة وتجاوز المحنة وإخماد الفتنة والقضاء على المشروع التخريبي. إذ ذكرت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر مطلعة أن صالح خرج بسيارة واحدة من صنعاء باتجاه مسقط رأسه سنحان مع مجموعة من القياديين في حزب المؤتمر بعد وساطة قبلية استطاعت أقناع الحوثيين بالسماح له بالخروج. وأظهرت صورة نشرها موقع المشهد اليمني رتلا متوقفا من السيارات ومجموعة من الأشخاص على قارعة الطريق في منطقة جرداء قالوا إنها تظهر الكمين الذي تعرضت له سيارة صالح قبل مقتله. وبحسب المصادر لم يستطع صالح الهروب، أوقفوا سيارته أنزلوه منها ثم أطلقوا على بطنه ورأسه بما يقارب 35 طلقة. رواية مقتل صالح رد عليها أحد أبنائه بالقول إن والده قتل في منزله حاملا سلاحه متعهدا بمواجهة أعداء الوطن. وقبيل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن اليمن دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك أطراف الصراع في اليمن إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليهم محذرا من مخاطر استمرار إغلاق المجال الجوي للعاصمة صنعاء أمام رحلات الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة. رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية في دورته 31 المنعقدة في طهران أن محور المقاومة لن يتفرج على أمريكا وإسرائيل للسيطرة على منطقتنا، وقال نحن الآن في مرحلة صياغة مستقبل المنطقة. اليوم مهما تقوى الاستبداد السعودي بالإرهابيين فهو لا يستطيع أن يغير المعادلة، ومهما تقوت إسرائيل بالإرهابيين لا يمكن أن ينتصروا في المعادلة. أمامنا اليمن هو صامد لأكثر من 1000 يوم رغم الدمار والخراب والقتل والجرائم المرتكبة، وإذا ظن أحد أن بإمكانه أن ينجح في اليمن هو خاطئ. فمن الأفضل أن تتركوا اليمن لأهله قبل أن تروا نتائج غير محمودة، لأن هذا الشعب مظلوم والله مع المظلومين. لن نتفرج في محور المقاومة على أمريكا وإسرائيل، يقودان محور الشر للسيطرة على منطقتنا وتفتيتها وإنهاء القضية الفلسطينية. نحن اليوم في مرحلة صياغة مستقبل المنطقة، ليسوا هم الذين يصوغونها، نحن الذين نصوغها. ونجاحات هذا المحور على ائتلاف الشر الدولي مؤشر على قدرتنا لحماية خياراتنا. ستبقى فلسطين رأس الاهتمامات. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد من جهته أن جبهة المقاومة التي حاربت الإرهابيين في العراق وسوريا لها حق كبير على المنطقة والعالم، داعيا الراغبين بالسلام إلى توجيه الشكر إلى أبطال المقاومة. وقال روحاني في افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية إن الحادث السار في منطقتنا هي الانتصارات القيمة التي حققتها شعوب المنطقة في العراق وسوريا ولبنان على الإرهاب، وأن جميع الذين ساعدوا هذه الدول في محاربة الإرهاب يشعرون بالسرور والفخر لانهيار الدعائم الأساسية للإرهاب في المنطقة وإجهاض مؤامرات الاستكبار والصهيونية ضد شعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة مواصلة النضال حتى اجتثاث الإرهاب بشكل كامل. وتابع: هذا الإرهاب لم يكن تهديدا للمنطقة فحسب، بل كان تهديدا لكل العالم بما فيها أوروبا وأمريكا، لذا فإن على كل الذين يحرصون على أمن العالم أن يكونوا ممتنين للمجاهدين الذين تصدوا للإرهاب. روحاني أشار من جهة ثانية إلى أن بعض الدول الإقليمية تعلن وبكل صراحة وتهور عن قربها وصداقتها مع الكيان الصهيوني، وقال إذا كانت بعض الدول في خلال هذه السنوات الماضية تتفاوض مع أعداء الإسلام في المنطقة في خطوة لا يقبلها أي طرف في الدول الإسلامية، فلتعلن بلسانها ولغتها أن إسرائيل هي صديقتها وأن المقاومة في المنطقة هي عدوتها.
تنطلق بعد ظهر اليوم أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في دورتها 38 في ظل استمرار أزمة حصار قطر التي وصل أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى الكويت ظهرا. وكانت له كلمة مقتضبة أعرب فيها عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج تحافظ على أمن الخليج واستقراره. في المقابل غاب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، فيما حضر وزراء خارجية دول المجلس باستثناء الإمارات والبحرين، إذ مثلهما وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ومساعد وزير الخارجية البحريني يوسف الدوسري. ومن المتوقع أن تختتم القمة أعمالها وتغادر جميع الوفود بعد الجلسة المغلقة. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد أنهوا اجتماعهم التحضيري أمس، وهو الأول منذ اندلاع الأزمة مع قطر في حزيران الماضي، ولم يدل الوزراء لدى مغادرتهم قاعة الاجتماع بأي تصريحات. بعد الإعلان انتقادات لشجرة ميلادية. أهلا بكم من جديد. أكد مكتب طيران الشرق الأوسط أن العمل جار على إزالة الشجرة الميلادية التي وضعت في حرم مطار بيروت. وكانت الشجرة الميلادية تعرضت لسلسلة انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إثر تزيينها بقطع معدنية وقطع خاصة بالطائرات والطيران. وقد اعتبر البعض أن هذه الشجرة تفتقد لروح عيد الميلاد، خصوصا أن المطار يشكل واجهة لبنان. نفذ أصدقاء رئيس اللجنة الفنية في صندوق الضمان الاجتماعي سمير عون وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، حيث كان عون يحضر جلسة استجواب تمهيدية أمام المستشارة المكلفة بمحكمة الجنايات. وبحسب وكيله منير الزغبي فهو لم يبلغ أصولا بموعد الجلسة التمهيدية، لكنه حضرها ولم يطعن بعدم أصول التبليغ. لبيت اليوم دعوة القاضي في ملف ما يعرف اختلاسات الضمان. طبعا أنا مواطن لبناني مثل أي مواطن لبناني آخر، لي ملء الثقة بالقضاء، وهذه الثقة لا تحول دون أن نكرر مطلبنا من معالي وزير العدل بأن يحيل إلى التفتيش القضائي ما حصل في الهيئة الاتهامية من تنحن في معرض درس وإقرار القرار الاتهامي، ومن تحريف متعمد وفاضح لأقوال المدونة في محضر قاضي التحقيق. وأيضا نطالب ونكرر المطالبة من معالي وزير العدل بالإحالة للتفتيش القضائي ما يقوم به جماعة لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، تسمي نفسها زورا أنها من الحراك المدني وتسمي نفسها متحدون، وهم بالحقيقة نشاشون لدى قضاة هم أسموهم في وقفة احتجاجية لنقل هؤلاء القضاة من مكان عملهم إلى آخر في التشكيلات القضائية التي تمت. أكرر أن لي ملء الثقة بالقضاء اللبناني، وأن زيف الادعاءات المافيوية والسياسية سيسقط على أعتاب القضاء. نفذ المياومون وجباة الإكراء في بيروت والمناطق اعتصامات وقطعوا الطرقات بعض الوقت، مطالبين بحل قضية المياومين العالقة منذ سنوات وبإيجاد الحل النهائي لمشكلتهم. وأشاروا إلى أنهم ما زالوا يعانون الأمرين ولم يحصلوا على التثبيت في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، وقد وعدوا بحل قضيتهم من المعنيين، ولكن حتى الآن لم يحصل ذلك. وهذا التحرك والاعتصام سيكون خطوة أولى، وسيليه تصعيد كبير إذا لم تجد هذه القضية طريقها إلى الحل المنصف والعادل. وقد ناشد المعتصمون الرؤساء الثلاثة التدخل لحل هذه القضية.
عقد وجهاء وفعاليات عشيرة آل جعفر في دار الواسعة وحي الشراوينة في بعلبك اجتماعا في منزل علي حاتم جعفر، وذلك على خلفية أحداث دار الواسعة التي أدت إلى سقوط حاتم جعفر وحمزة المصري. وأصدرت العشيرة بيانا تلاه حمدان جعفر عزت فيه العشيرة عائلة المصري واستنكرت استشهاد حمزة المصري، كما تركت للسلطات المختصة متابعة التحقيق الشفاف لتبيان الحقيقة ورفع الغطاء عن الشخص الذي يدينه التحقيق. وأكدت أن عشيرة آل جعفر كانت وما زالت من حملة رايات الإصلاح والسلام في المنطقة وتسعى جاهدة لحجب الدماء، واعتبرت أن شهادة حمزة هي شهادة حاتم والاثنين كانا ضحيتي فوضى الأحداث، وتمنت من آل المصري قبول هذه التعزية. وقالت كما نعرفهم دائما هم أصحاب الرأي السديد في السراء والضراء، كما أن آل جعفر يرفعون الغطاء عن الشخص الذي يدينه التحقيق، والله ولي التوفيق. بعد الإعلان اعتقال العادلي. أهلا بكم من جديد. هز انفجار كبير مدينة حمص ظهر اليوم، وفي التفاصيل استهدف الانفجار حافلة ركاب في حي مكرمة وسط مدينة حمص السورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفاد به التلفزيون السوري. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مركزا للبحوث العلمية قرب قرية جمرايا في منطقة قدسية بمحافظة ريف دمشق جنوب سوريا، وهزت انفجارات ضخمة المنطقة المحيطة بجمرايا ليلة أمس من جراء قصف إسرائيلي عنيف للمنطقة. وتحدثت أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين في المنطقة نتيجة القصف الإسرائيلي. ويقع بالقرب من جمرايا مركز للبحوث العلمية العسكرية كان قد تعرض لهجوم إسرائيلي سابق عام 2013. هذا وذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت ثلاثة منها، مبينة أن صواريخ أرض جو تم إطلاقها من مطار المزة العسكري. وكالة رويترز نقلت من جهتها عن شهود عيان أنهم سمعوا دوية ثلاثة انفجارات من جهة جمرايا في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأن دخانا كثيفا تصاعد فوق المنطقة. استغل المئات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي صفقة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا للهروب من مدينة الرقة السورية صوب تركيا فأوروبا. ونقلت صحيفة تايمز البريطانية اليوم أن مئات الدواعش استطاعوا مغادرة الرقة المعقل الرئيس السابق للتنظيم قبل سقوطه في أيلول الماضي، ضمن ترتيب هدف لإخراج المدنيين منها قبيل السيطرة عليها، وآخر لإخراج المسلحين المحليين إلى دير الزور المجاورة. وأضافت أن السلطات التركية ألقت القبض على العشرات من الدواعش في أثناء عبورهم أو محاولة عبورهم الحدود التركية مستغلين طرق التهريب. وأجرت التايمز مقابلة مع أحد هؤلاء وقال إنه استفاد من الحركة التي أعقبت صفقة إخلاء المدينة للمغادرة إلى تركيا، وأضاف حتى لو ألقت القوات الكردية القبض عليك فإنه سيجري احتجازك لفترة 10 أو 15 يوما ثم يجري إطلاق سراحك. وكتبت الصحيفة أن هذه الشهادة تعزز المخاوف من أن المقاتلين الذين سمح لهم بمغادرة الرقة هم في طريقهم الآن إلى أوروبا لتنفيذ اعتداءات. اعتقلت وزارة الداخلية المصرية اليوم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني مبارك لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن العادلي تقدم لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه، وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم. وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل نيسان السابق بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، ومنذ ذلك الحين لم تلقي السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم. ولواء العادلي هو أحد أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق مبارك، وقضى أكثر من 14 عاما وزيرا للداخلية، لكن قبضته الأمنية سببت احتقانا شعبيا تصاعد إلى اندلاع تظاهرات ضد التعذيب في أقسام الشرطة وقيام ثورة أطاحت بنظام قضى أكثر من 3 عقود في الحكم. وخضع العادلي إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته في العديد
العديد منها ما عدا قضيتي صخرة الجنود التي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض نهائيا، فضلا عن حكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية. وضم السجل الجنائي للواء العادل بعد ثورة 25 يناير 9 قضايا، منها قتل المتظاهرين وقطع الاتصالات وسخرة المجندين والكسب غير المشروع وغسل الأموال وأخيرا فساد الداخلية. كان في هذه النشرة الحريري يعود عن استقالته، ومجلس الوزراء يؤكد التزام النائب بالنفس. التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النائي بنفسها أن مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف. صراخ في اللجان المشتركة. أثار بعض النواب مسألة عدم حضور بعض الوزراء مطالبا بتأجيل الجلسة. غارات للتحالف على صنعاء وجلسة طارئة لمجلس الأمن. قتلى وجرحى في تفجير بحمص. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا وإلى اللقاء.